متتبعي قناة ديسكو أمين تي في، أهلا وسهلا بمشاهدي الأعزاء. مدينة برشيد للمشاركة في النضال والدفاع عن حوزة الوطن مناصرة لما أنجزته قواتنا المسلحة الملكية بقيادة رئيسها الأعلى محمد السادس أيده الله ونصره، وما أنجزه من انتصار بسلم وسلام وأبهر به العالم بضمان السلم والأمان بمعبر القرقرات. لشرف عظيم للفاعلين الجمعويين للمجتمع المدني بعملة إقليم برشيد ليكون لهم الشرف في الحضور لزيارة المناطق الصحراوية المغربية وصولا إلى معبر القرقرات واللقاء إخوانهم هناك ومشاركتهم في النصر والتأييد. ومن أجله رسالة موجهة إلى ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أي السيد المحترم عامل عملة إقليم برشيد، نلتمس ونطلب منكم سيدي العامل إعطاء أوامركم وتعليماتكم للجهات المعنية والمختصة قصد توفير كل الحاجيات والمتطلبات لبعض جمعيات المجتمع المدني لنجاح قافلة زيارة معبر القرقرات وتمثيل مدينة برشيد أحسن تمثيل والوقوف ومشاركة إخواننا الجنود البواسل المرابطين في معبر القرقرات والاحتفال بالنصر والفوز وإخلاء المعبر من جميع أعداء الوطن المرتزقة للبوليزاريو والميليشيات المرتزقة. نحن مغاربة وجنود مجندون وراء الملك محمد السادس أيده الله ونصره بنصره، مطلب مشروع ومن حقنا كرعايا سيدنا. وفي الأخير تقبلوا منا التقدير والاحترام. الهاتف للتواصل معنا شكرا جزيلا هو 06-73-18-64-65 06-73-18-64-65.